فلما يجي يقول لك دلوقتي طيب النظام التمثيلي البصري ايه تفاصيله؟ ايه التفاصيل الموجوده فيه؟ طبعا فيها كم من المعلومات رائع ومهول، تعمل فيه اي تغيير بتغير في الباقي، ولكن في تفاصيل في الشكلات الثانويه اللي انا بسميها التي تقود، بنسميها ليدنج سب موداليتي، الانجليزي موداليتي اللي هي الحواس الخمسه، سب موداليتي تفاصيل الصغيره للحواس الخمسه، فبقول لك ليدنج سب موداليتي اللي هي الحاجات اللي تقود، في حاجه بتقود الثانيه، فانا لقيت منهم شويه اللي هم فعلا حسب شغلي في استشارات خاصه دول اللي فعلا بيعملوا فرق ضخم في الانسان. بالنسبه للشخص يعني النظام البصري الاول، اول حاجه واحنا بنفكر بالصور هتلاقي الموقع، يعني ايه الموقع؟ موقع الصوره. انا بفكر بالصور لما حد يقول لي انا متضايق، وانت بتفكر في المضايقه ارجع في الماضي في تجربه محدده كنت انت فعلا متضايق فيها بنفس الطريقه دي، اقول لك رجعت وانت هناك ايه اول حاجه جت في ذهنك؟ صوت ولا صوره ولا احساس؟ انا مفكر بصور، هل يا ترى شفت نفسك وانت متضايق، ولا سمعت صوت بيقول لك ان انا متضايق، ولا احسيت باحساس احساس انك متضايق؟ فدول موجودين كلهم في الوقت. هنعمل هنشتغل من ده كتير في الوقت. الجزء البصري الاول اللي هو النظام التمثيلي البصري الاول، اول حاجه فيه في هذه الشكليات الثانويه هي الموقع. فين موقع الصوره؟ هتقولي مثلا هنا او هنا او هنا او هنا. لو قلت لك خد الصوره من هنا غيرها حطها في الناحيه الثانيه، غيرت التركيبه، التركيبه باظت، لان هي المفروض ان التركيبه بتاعت الملف ده موجوده في ذهنك في المكان ده، لو غيرت التركيبه تتحط في مكان ثاني. انا كنت في بلد من بلاد العربيه، بلاد الخليجيه بمعنى اصح، والكلام ده من اكثر من 14 سنه، وهناك بصيت لقيت وانا عمال اتكلم، يعني بتكلم كنت لسه بقدم المعلومات دي، وبعدين كان في واحد لواء دكتور قال لي يا دكتور الكلام اللي بتقوله مش فاهمه ومش داخل مخ. يعني انا من النوع لما حد بيطلب بطلب منه اذا كان يطلع ونجرب سوا عشان يحس بيها اكتر، حد تاني ممكن يتفاداه. قلت له يعني اتفضل، قلت له دلوقتي احنا بنفكر بصور، قال اه انت لما قلت لي اكيد. قلت له طيب فكر في تجربه مضايقك ما تقوليش عليها، ففكر فيها. قلت له انت تفكر فيها ليها صوره مش كده؟ قال اكيد. قلت له طب هي موجوده فين الصوره دي؟ قال لي موجوده هنا. قلت له خد الصوره وحطها في صبع رجلك الصغير، خدوا بالكم اي كلمه تتقال والانسان يديها ادراك ويديها معنى العقل البشري لازم يشغلها لك، لازم يطلع لك ملفها. فلما قلت له خد التجربه حطها في صبع رجلك الشمال الصغير، فالمخ على طول راح واخد التجربه دي وراح مطلع صبع رجله وراح حاطط صوره جديده فيهم الاثنين. ده بالظبط اللي بيحصل وهتشوفوا دلوقتي هيحصل ايه. وبعدين قلت له دلوقتي فكر كده في التجربه، فبدا يضحك. قلت له تضحك على ايه؟ قال لي شوف صبع رجلي الصغير، شايف صبع رجلي؟ عارف ازاي؟ لان دخلت له حاجه جوه التركيبه بتاعته، التركيبه مضايقه كده، فلما دخل له حاجه فيها تحفه فمش عارف ما بقتش زي ما هي، اصبح في حاجه ملخبطه، كسرت له التركيبه. وبعدين قعدت ابوظها له وحطيت له فيها حاجات بقى ميت من الضحك، بقى مش عارف يتضايق لان التركيبه كلها اتلخبطت. قال لي لا انا عايد لك بقى، عايزك توريني بقى اللي انا عندي مش عارف ايه وعندي. قلت له يا راجل ده انت ليه يا دكتور؟ قال لي يعني وانا مش بني ادم؟ طلع بقى وخدني مش عايز يسيبني. وبعدين بدات اعلمهم المعلومات دي ويشتغلوا فيها مع بعض، وكل واحد فيهم في اقل من ربع ساعه كده تلاقي عنده احساس مضايقه يبدا يحطمه. ده مش معناه، عشان اكرر نفسي كمان مره، ده مش معناه ان ده بديل للعلاج الطبي او النفسي. الدكاتره بتوعنا اقوياء جدا. انا عارف انا بقول باستمرار روح للدكتور بتاعك الاول، اي حد يجي لي عشان حاجه روح للدكتور بتاعك الاول، تروح للدكتور يا معلك اشعه يكشف عليك يبقى ينظم لك وقتك، بعد كده عاوز تروح لحد تاني انت حر. يعني انا شخصيا انا ما بعالجش، ما عنديش وقت اساسا وانا ما بعالجش. عارف ازاي؟ عشان انت بس عارفين فرق وهكررها المره الثانيه، في فرق بين المدرب والمحاضر والمعالج والدكتور. المحاضر بيحاضر معلومات، المدرب المحترف بيدرب مهارات يطلعك زي في منتهى القوه في المهارات اللي يعرفها. المعالج ممكن حد يعالجك بالشريعه الاسلاميه، ممكن حد يعالجك مثلا بالحجامه، ممكن حد يعمل لك علاج مثلا بايه تاني؟ بالعصا. يعني المهم